طيب آية في القرآن الله سبحانه وتعالى سطرها لنا الله وعلمنا إياها، والصغير قبل الكبير يحفظها. لما تنزل قول الله جل جلاله على النبي صلى الله عليه وسلم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بل أهل النار أول سؤال يأتيهم من أهل الجنة عن صلاتهم: ما سلككم في سقر؟ إيش اللي دخلكم النار؟ أول جرم ترى يعترفون به أهل النار يا محب: قالوا لم نكن من المصلين. الصلاة هذه ترى كانت آخر اهتماماته.